الحمد لله الذي نزل الحق بالكتاب، ووفق من من عليه من عباده لنعمة الصواب لعنوان الجواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من وطئ التراب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع الأصحاب. ما طلع نجم وغاب وانهل وابل من سحاب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يفرح المؤمنون بقدوم رمضان شهر الصيام، كيف لا وقد بلغهم الله أسعد الأيام. أدركوا زمن الخيرات ونزول الرحمات ومغفرة السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان فُتِّحَت فيه أبواب السماء، وغُلِّغَت فيه أبواب جهنم، وصُفِّدَت فيه المردة الشياطين. الفرحة بقدوم شهر رمضان سرعان ما تُغتال بتلك المهازل، مما تعرضه بعض القنوات من نهر للفضائل، صور مقززة يحمل لواءها كل سافل، ومناظر مخلة يندى لها جبين كل عاقل. فلا الله عظموا وقدروا، ولا الخير بثوا ونشروا، بل في شهر الطاعة طغوا وفجروا. كل هذا يحصل في رمضان دون خوف أو حياء من الرحمن. إن السفاهة صيغت في خلائقهم، لا بارك الله بالقوم الملاعين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لقد كان أصحاب المعاصي فيما مضى يستحيون من الله ومن الناس، فلا يرفعون بالمعصية أي رأس. يقول الشاعر أبو نواس: منع الصوم العقار وزوى اللهو فغار، وبقينا في سجون الصوم للهم أسارا. أما لصوص رمضان اليوم فقد خلعوا ربقة الحياء، وجعلوا من رمضان موسمًا لكل فاحشةٍ صلعاء. ومثلهم لا تقوم لهم راية ولا يدرى لهم حال، لولا تهافت أصحاب القنوات ودفع الأموال. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. بلغت بهم الجرأة أن يسخروا من الدين والأخلاق، وأن يضارعوا أهل الزيغ والنفاق. خرج جماعةٌ من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في تبوك. فلما كانوا في بعض الطريق، قال بعض المنافقين يسخرون من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطوناً ولا أكذب ألسنةً ولا أجبن عند اللقاء. فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رفع إليهم أمره، قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عناء الركب. فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفةٍ منكم نعذِّب طائفةً بأنهم كانوا مجرمين. فاحموا صيامكم رحمكم الله من عبث العابثين وإجرام المجرمين، واشتغلوا بالأعمال الصالحات وتجنُّب المنكرات. رزقنا الله وإياكم الدرجات العاليات، وصلى الله وسلم على محمدٍ رسول الكائنات. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فإن المقصود الأسمى من صوم رمضان هو تحقيق التقوى لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحري بالمسلم أن يتجنب كل ما يجرح صومه. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن يقبل على الله بصوم مجروح مخدوش ملوث بالذنوب والمعاصي كمن يهدي إنسانا شاة عوراء أو عرجاء، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وجنبنا الخلل والزلل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تكشف كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم والطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على إمام الأنبياء.